السحري في طيور الجنة. يلا نلعب مع بعض، يلا بينا. هنعمل ايه؟ هنكتب على المية. هنجيب كوباية مية ونفضها فين؟ ها، في الطبق هنا. وبعد ما نفضها في الطبق هنجيب القلم الايه؟ السحري بتاعنا، ونكتب على المعلقة الجميلة. بصوا كده، هنكتب مثلا رقم واحد، رقم كام؟ وهنيجي ماسكين كده واحد اهو، ماشي، واحد اهو. وهنجيب ورقة عادية خالص وهنحطها على المية. هنكتب، يلا نحط دور الواحد في المية. يلا يا عم الواحد، عامل ايه يا عم الواحد؟ يلا يلا بينا. ها، تك عليه كده، ماشي، يلا بينا. حطيناه اهو في الايه، يلا بينا نجيبوه. وهنجيب ورقة كده جميلة كده معاهم، ونبقى حاطين كده ايه على الواحد، حطينا على الايه. بص بقى كده، يلا، كام ده؟ واحد. كام ده؟ الورقة كان مكتوب عليها حاجة؟ لا، مين اللي طلعه هنا؟ كتبنا على المية، كتبنا على ايه؟ مين هيلعبها مع ماما؟ ياخد يلا القلم الجميل السحر بتاعه عشان يلعب بيه. يلا ماما، خد يلا يا حمو، خد يلا يا كوكا، ها، خد يلا يا حمو، سقفوا نفسكم، يلا سقفة كبيرة.